انت كنت تقرر انك انت الان مكان القرية هذه تعاني وأغلبيتهم الشباب والكبار بالسن لن يقدروا الآن يتوسعوا في أي شيء، كل ما بنوا منزل ولا آخر سنة سنتين تتدفق عليهم الكثبان الرملية وتمحو القرية بالكامل، تمحو البيوت حقهم، ولهذا هما يأملوا أن تأتي منظمات وأيادي أهل الخير لعمل حلول. وفي رأيي الشخصي الحلول هي تضمن أن تقيع حراثات تبعد الكثبان الرملية هذه من أمام المنازل، ثم بناء أشجار كحماية لمنازلهم حتى يعيشوا زي بقية القرى. هذه القرية سكانها يعني من ذوي الدخل المحدود، وتعاني القرية هذه من زحف الرمال، ومنازل المواطنين قد داهمتهم الرمال هذه لأكثر من ثلاث مراحل، هذه المرحلة الثالثة الآن. وناشدنا السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لكن بدون جدوى، الآن يعني ما قدموا لنا أي يد، مدوا لنا يد العون. عشان يشوفوا ال... ايوه